يتشبه به؟ لا. فأخبرني، فهل كان له ملك فسلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوه له؟ لا. أخبرني من أتباعه؟ أتباعه هم بعض الصعاليك والفقراء والمساكين والأحداث، أما الأشراف وذو الأنساب فلا. فأخبرني عن أصحابه، أيحبونه ويكرمونه؟ وهل أحدهم يفارقه بعدما يتبعه؟ ما تبعه أحد وفارقه. أيزيدون أم ينقصون؟ بل يزيدون. ماذا يقول؟ بما أتى وبما يأمركم؟ يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به أحدا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصلة والصدق والعفاف. وماذا عن الحرب بينكم وبينه؟ هي سجال، يدال علينا ويدال عليه. هل يغدر؟ لا، نحن وإياه على عهد صلح لعشر سنوات، فوالله نحن على ثقة بعهده. لا تغادر، أبقوه هنا حتى ننظر في أمره. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسمته حق وغرته هدى وحياة، حق وغرته هدى وحياة. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، وصبغة الفرقان نفحة قدسه، والسين من سوراته وراء، والسين من سوراته وراء. اسمع أيها الرجل، إنك لتكره هذا الرجل الذي أسألك عنه ولا تدين له، ومع هذا لم تستطع إلا أن تقول فيه ما قلت، فقد زعمت أنه من أمحاضكم نسبا، وكذلك يأخذ الله الأنبياء من أواسط قومهم، وسألتك هل كان من أهل بيته من يقول ما يقول فقلت لا، وسألتك هل كان له ملك فسلبتموه إياه فقلت لا، وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الأحداث والمساكين والضعفاء، وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان، وسألتك عمن يتبعه أيحبه ويكرمه أم يفارقه، فزعمت أنه قل من يفارقه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه، وسألتك عن حربكم معه فقلت سجال، وكذلك تكون حروب الأنبياء ولهم تكون العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وحق يسوع المسيح لئن كنت صدقتني ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين وأنا في إيلياء ببيت المقدس وإلى أبعد وأبعد من ذلك بكثير، ولوددت أني عنده فأغسل قدميه. الحق بشأنك. ظلمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى، في اللوح واسم محمد طغرى.